اسالك سؤال بوضوح يا كابتن محمد، وانا عارف انا احلى حاجه في الحوار ده، وانا عارف ان انت راجل صريح. ما يعني انا بص يا كابتن، انا لا اخشى غير ربنا سبحانه وتعالى، وانا بقول لك في مكاني او دايما اي مكان قيادي. انا على فكره انا في جامعتي ماسك منصب قيادي كبير جدا طبعا، وانا دايما بقول الحتت دي في حاجتين ياثروا عليك ويخلوك ما تنجحش. لو انت ليك مصلحه فتبقى خايف عشان مصلحتك، او بالعربي كده عينك مكسوره. فما دام الاثنين دول مش موجودين مش فارقه معايا القصه، بتعامل ربنا واللي انت شايفه هتقوله. اتقال نصا كده، هو كلاتنبرج واللجنه بتاعته عملوا ايه مختلف عن اللي حصل قبل كده؟ ما هو نفس الاخطاء ونفس المشاكل ونفس الزعل ونفس الضيق من المستوى التحكيم. هل انت شايف انه حصل تطوير الايام؟ انا عارف انه مش فتره طويله، يعني ايام او شهور قليله جدا، حصل تطوير حقيقي في التحكيم ولا لسه احنا لسه متاخرين؟ بص يا كابتن برضه هتكلم بمنتهى الصراحه، تطوير يرضيني انا؟ لا لسه ما حصلش. لكن لازم تديله فرصته. يعني برضه لازم زي المدرب، ما في مدرب بعد ما بيمسك بيخسر خمس ست ماتشات وبعد كده بيكسب تسع ماتشات. ودايما نقول المدرب الاجنبي تحديدا محتاج يتعرف على اللعيبه شويه عشان ياخد وقت. نفس الكلام المدرب بتاع المنتخب بيبقى محتاج، هو ده نفس الكلام، ده برضه مدرب للحكام، يديله برضه فرصته. وده لا يقلل خلي بالك من الرموز اللي موجوده عندنا بره، عشان تبقى يعني ممكن احنا عندنا رموز عاليه جدا بدون تحديد اسماء عشان ما حدش يزعل. لكن انت ساعات في وقت معين بتبقى محتاج تجربه معينه. يعني ممكن في الوقت ده انت محتاج التجربه. طيب. دي انا لو سالتك الشهور القليله اللي فاتت كلاتنبرج واللجنه اللي معاه، ايه اللي ممكن نقول انه اتغير او بداتوا فيه تطوير؟ بلاش مش هقول لك انه اتطور بشكل كامل، بس بداتوا فيه خدتوا فيه خطوات عشان الناس تحس انه احنا في المستقبل القريب ان شاء الله هنشوف حاجه مختلفه. يعني بالرغم ان انا بعتبرها عاديه، يعني احنا بدانا ان احنا نغير الفكر في الملعب. بدانا دلوقتي بنسمح بالاشتراكات والالتحامات. لا دي مش عاديه خالص. يعني دي حاجه مهمه جدا. كناش بنعملها. لا بس هو ده المفروض. مكان المفروض بس ما بقاش. فبدات القصه دي تكون موجوده وانت بتشوف دلوقتي. ويمكن المدرب المنتخب كنا في احدى الجلسات قال من ضمن الحاجات اللي بتسعده ان الكره بدات تمشي. وده مساعده في اختياره للعيبه للمنتخب. صحيح. فشوف بتلف الحاجه وتروح للمنتخب اللي احنا خلي بالك احنا في الاخر كل ده الاهلي يكسب الزمالك يكسب الانديه كلها تكسب مش عارف في الاخر احنا بندور على المنتخب. هو ده الاساس. فدي حاجه تسعدنا ان لو حته صغيره بدانا فيها بدات توصل للمنتخب. بدانا ان شاء الله هندي حكام صغار السن. هايل. احنا عندنا فوق ال 12 13 حكم يا كابتن لا يتعدوا 30 سنه. انا بقول لك دول مستقبل التحكيم في مصر، وتحتهم نفس العدد برضه طالع وراهم. فدول لما تيجي تعمل خطه او تيجي تعمل تطوير لازم ثلاث عناصر: واحد على المدى القريب تظهر شغلك، على المدى المتوسط، على المدى البعيد. ما ينفعش كده تشتغل كده وخلاص. ويمكن انا محضر شويه حاجات واتكلمت معاه النهارده فيها. هو اعجب ببعض الحاجات دي كلها، وانا هعرض واقول اللي عندي.